ميتين بالحيط. ايه امل، ايه ابتسامه المواطنه السريلانكيه كانت يعني فيها برشا امل. ايه انا اعتبرت انه فيها امل كبير. طيب نشوف اذا في امل. مشاهدينا نستقبل معنا الصحفي الاقتصادي خالد ابو شقره للحديث اكثر عن الموضوع الأمل. عن الامل. يعني بدايه كيف يؤثر عدم تحويل العمال الاجانب في لبنان لاموالهم الخارج على الاقتصاد اللبناني؟ صحيح. يؤثر، قد يكون يعني من مصادفات الغريبة أن عدم تحويلهم أو قدرتهم على تحويل الأموال إلى الخارج قد تكون عنصر إيجابي على الاقتصاد اللبناني وليس سلبيا. هو عنصر سلبي جدا وظالم وغير محق بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى عائلاتهم الموجودة في الخارج. إنما على الاقتصاد اللبناني هناك فائدتان. الفائدة الأولى هي أن الدولار يبقى في الأسواق اللبنانية ولا يخرج خارج لبنان، هذا أولا. أما ثانيا فهذا الوضع الصعب قد يدفع قسما كبيرا منهم إلى مغادرة لبنان، وبالتالي تخفيف الضغط عن منافسة اليد العاملة اللبنانية، وتحديدا في الأعمال الزراعية، الأعمال الحرفية وغيرها الكثير من الأعمال التي لم يكن اللبناني يعمل فيها بشكل أساسي، وقد شكل وجود أعدادا كبيرة من العمال الأجانب في لبنان منافسة صريحة له. إذا بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني هي عنصر إيجابي وليس سلبيا عدم قدرتهم على تحويله تحديدا الدولار إلى الخارج، إنما بالنسبة إليهم فهو موضوع جد ظالم وجد غير محق، خصوصا أن أغلبيتهم يعملون بأقل من الحد الأدنى للأجور وبظروف صعبة. قد تكون نظام الكفالة الذي لم يعد موجودا في كثير من دول العالم، خصوصا نتكلم هنا عن العمال في مجال التنظيف والخدمة المنزلية وغيره، نظام الكفالة هذا الذي يشبه إلى حد ما نظام العبودية الذي لم يعد موجودا في كثير من الدول ما زال يطبق في لبنان، وهناك مطالبات من قبل الجمعيات بتغييره. إذا هذا الموضوع عفوا ظالم بالنسبة إليهم أكيد. طبعا موضوع الكفالة موضوع صحيح. بعيد يعني صحيح. إن شاء الله صحيح. بعد ما تتحسن شوي الأمور يمكن نتحدث فيه بأكثر التفاصيل. نعم. العامل الأجنبي في لبنان مثل اللبناني عنده معاناة كبيرة، خاصة صحيح. في هذه الفترة تحديدا، الفترة اللي فيها مشاكل كبيرة من تحويل الأموال، من صرف صحيح. الأموال، من صحيح. طبعا سحب الأموال من البنوك. نعم. يعني هذا كله فيه مشاكل كبيرة. بالنسبة للعامل الأجنبي قد يكون للبناني هناك حل للمطالبة بحقوقه، للقضاء، اللجوء. كيف يتم العملية قانونيا بالنسبة لعامل أجنبي يريد ربما تقديم شكوى أو أنه مقاضاة صاحب العمل؟ مع الأسف ليس هناك من قدرة وليس هناك من مبرر أو مسوغ قانوني لرفع العامل الأجنبي في لبنان دعوة على رفع عمله. طبعا يعني بالنسبة إلى العمال الأجانب في لبنان كانوا يتقاضون رواتبهم بالدولار، لأن كان سعر الدولار يساوي 1500 ليرة لبنانية، وبالتالي لم يشكل هذا فرق عند أرباب المنازل أو عند مستخدميهم لهؤلاء العمال. إنما اليوم مع تغير سعر صرف الليرة اللبنانية عاد معظم المستخدمين إلى دفع أجور العمال بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأمريكي. طبعا هنا العقود الموقعة مع العمال الأجانب في لبنان هي بالليرة اللبنانية حكما، لأنها تمر عبر وزارة العمل، وبالتالي لا يوجد هناك عقود موقعة بالدولار الأمريكي، وبالتالي حق للمستخدم العامل الأجنبي أن يدفع له بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي، وعليه لا يحق للعامل الأجنبي رفع دعوى بهذا الشأن. طبعا هناك بعض المبادرات التي قامت بها مكاتب المستخدمين في لبنان لتعويض جزء من الفرق على مستخدميهم، وتحديدا في العمالة الصعبة أو العمالة التي لا يدخلها ولا بأي شكل من الأشكال أي عامل آخر، وبالتالي الحاجة الكبيرة لهؤلاء العمال دفعت بمكاتب بالتعويض عليهم بجزء من بدعم مبلغ إضافي أو إلى ما هنالك. إنما النسبة الكبيرة من العمال وهم كثر جدا في لبنان يقعون تحت خط الظلم إذا صح التعبير، ولا يستطيعون تحويل الأموال. طبعا في منتصف الشهر الماضي كانون الأول قامت شركة ليبون بوست بالسماح للعمال الأجانب بتحويل مبلغ 300 دولار إلى الخارج، وتحديدا إلى بنغلاديش والفلبين، مقابل 500 ألف ليرة لبنانية، وإذا احتسبنا سعر الصرف يكون بحدود 1600 ليرة. هذه الخدمة التي توقفت، وشهدنا في الفترة الماضية طوابير من العمال الأجانب أمام مكاتب ليبون بوست لكي يحولوا أموالهم إلى ذويهم في الخارج، قالت الشركة أنها ستجددها. طبعا هذه الخدمة تقوم أو تمر عبر شركة ماني جرام لتحويل الأموال.
إنما من وجهة نظري الخاصة أن هذه لن تتكرر في المستقبل القريب، والسبب يعود إلى تعميم مصرف لبنان. طبعا مصرف لبنان كان في الفترة الماضية أصدر تعميما إلى أن كل الحوالات التي تأتي إلى لبنان تسلم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، وعلي المكاتب من ماني جرام وسن يونيون وغيرها الكثير من هذه الشركات تحويل الأموال استفادت من فرق العملة. بالتالي من كان يبعث من الخارج بالدولار كان يقبض هنا بالليرة اللبنانية، استفادت هذه المكاتب من ربح على كل دولار بحدود 40 أو 35 إلى 40%، وبالتالي سمح لها المجال هذا الهامش من الربح أن تقوم بهذا الأوفر أو بهذا العرض للعمال الأجانب لتحويل أموالهم. أما اليوم فقد أصدر تعميم مصرف لبنان جديد يمنع شركات تحويل الأموال الدفع بالليرة اللبنانية بل بعملة البلد المحولة منها، أي إذا هناك حوالة باسمي من الخارج بالدولار يجب أن أستلمها بالدولار، وبالتالي هامش الربح انخفض عند مكاتب تحويل الأموال الإلكتروني، وبالتالي لم يعدوا قادرين على تنظيم هذا الأوفر أو هذا العرض للعمالة الأجنبية. وعليه من المتوقع بحسب الكثير من مكاتب الاستقدام للعمال الأجانب أن يخرج عددا كبيرا جدا من العمال الأجانب في الفترة القريبة من لبنان. طيب. أنا نشهد تقريبا خروج عدد كبير من. نعم ذكرت أن احتفاظ البنوك أو عدم مقدرة الأجانب على تحويل أموالهم هو مفيد للاقتصاد اللبناني. أيضا عندما تمسك يعني البنوك أموال اللبنانيين أنفسهم هذا مفيد للاقتصاد اللبناني لأن أموالهم تظل لدى البنوك. صحيح. ولكن في الحالتين هذا شيء غير عادل. صحيح. عدم حصولك على أموالك سواء كنت أجنبي أو كنت لبناني. صحيح. هو شيء غير عادل. صحيح. بالتأكيد. صحيح. هنا يحدث شيء هذا ما أعرفه في الحالات المماثلة وفي دول أخرى، ينشأ سوق موازي. هذا السوق الموازي يقوم بتحويل الأموال ولكن بصور غير شرعية ولا تتم عبر القنوات الرسمية. صحيح. الأموال ستحول، لماذا؟ لأن الأجنبي الموجود هنا عائلته في مكان آخر. نعم. تعتمد على ما يرسله من أموال. صحيح. فالأموال ستحول. هنا ستكون المشكلة أكبر، لماذا؟ لأن ربما البنوك لن تستفيد من أسعار التحويل. ماذا يحدث في مثل هذه الأحوال؟ دعيني بالفقط أشير إلى أمر بالغ الأهمية. هناك بحسب العمال الذين يعملون في لبنان أربع فئات، هناك الفئة الأولى، الفئة الثانية، الفئة الثالثة والفئة الرابعة. هم يتدرجون من أصحاب نتكلم هنا على الأجانب طبعا، من أصحاب العمل، من العمال في الفئات المدراء وغيره، من الذين يتقاضون ضعفي الحد الأدنى للأجور، ومن الفئة الرابعة هنا وهم الأكثر الذي يشكل عددهم تقريبا بحدود 200,000 عامل في الخدمة المنزلية وتحديدا في مجال التنظيفات. في الفئة الأولى وفي الفئة الثانية هذه الفئتين تتعامل مع المصارف، وبالتالي لديها حسابات في المصارف ولديها ودائع ولديها قد يكون ادخارات في المصارف نتيجة عملها في لبنان ومستوى دخل مرتفع نسبيا، وبالتالي هؤلاء يواجهون مشكلة حقيقية في عدم قدرتهم على تحويل أموالهم إلى الخارج. قد يلجؤون هنا في هذه الحالة إلى دفع 30% على ودائعهم مقابل الحصول على كاش ماني لأشخاص قد يكون لهم مصلحة في وضع أموال في حساباتهم المصرفية لدفعها بواسطة النظام المصرفي أيضا وليس بوصفه بقبضها كاش. أما الفئتين الثالثة والرابعة وهم كثر يقدر عددهم كما ذكرت لك 200,000 بالنسبة إلى العمالة في الفئة الرابعة وحوالي 72,000 إلى 80,000 في الفئة الثالثة، ويحكى أيضا عن حوالي 100,000 من 70 إلى 100,000 غير شرعيين موجودين في لبنان. وبالتالي نحن نتكلم هنا عن رقم بحدود 300 وشوي ألف عامل. هؤلاء لا يملكون حسابات في المصارف اللبنانية. مشكلتهم لا تكمن في عدم قدرتهم على التحويل، إنما في صرف الليرة إلى الدولار، في صرف ما يتقاضونه من تحويل ما يتقاضونه من الليرة اللبنانية إلى دولار، لأن شركات الويسترن يونيون وغيرها من شركات تحويل الأموال الإلكتروني ما زالت تسمح بتحويل الدولار إلى الخارج ضمن رينج محدد، ضمن فئة محددة قد لا تتجاوز، قد تكون 2,000-3,000 دولار إلى ما هنالك. إنما الصعوبة التي يواجهونها هي بتحويل الليرة اللبنانية إلى دولار، وهو ما يؤدي إلى خسارتهم تقريبا حوالي 30 إلى 40% من قيمة عملتهم. طبعا يعني اليوم نحن نتكلم عن فئة من الموظفين تتقاضى 200 دولار، وبالتالي هي تحول كل ثلاثة أشهر مبلغ 500 دولار إلى الخارج. هذا المبلغ 500 دولار كان يشكل في الماضي القريب تقريبا يشكل اليوم مليون ليرة، وبالتالي هم مضطرون لدفعوا مليون ليرة لكي يحولوا أقل من 500 دولار مع احتساب العمولة وغيرها الكثير من التفاصيل، وبالتالي هذا يشكل بالنسبة إليهم
تقريبا مرتب شهر بالنسبة إليهم، وهم مضطرون أيضا كما ذكروا في التقرير الذي رأيناه أنهم مضطرون أن يدفعوا الأجار بالليرة بالدولار الأمريكي وليس بالليرة اللبنانية. هم قدرتهم الشرائية في لبنان للأكل والشرب قد انخفضت بشكل كبير بنسبة توازي انخفاض سعر الصرف، وبالتالي هم يعانون من شتى أنواع يعني الأزمات ومن شتى الصعوبات. الموضوع كبير وبيحتاج أعتقد حديث أكثر من ذلك، ولكن المشكلة أنه اليوم داهمنا الوقت و... يعني إذا بتسمحي لي بس طبعا أشير إلى نقطة بالغة الأهمية، أن عدد العمال الأجانب الموجودين في لبنان وتحديدا أتكلم عن الفئتين الرابعة والثالثة هو لا يتناسب مع الوضع اللبناني، وهو أكثر بكثير من الحاجة اللبنانية. هناك طبعا رأي يقول أن عدد العمال الأجانب في لبنان يبلغ 50% من عدد سكانه، وهذا رقم كبير جدا. هنا نحن بهذه العمال نستثني 800,000 عامل سوري يعملون في لبنان بطريقة شرعية وبطريقة غير شرعية، كذلك الأمر يحولون الأموال إلى الخارج. طبعا هذا العدد كبير جدا على لبنان، نشأ بسبب قد يكون برستيج لبناني، قد نشأ بسبب ارتفاع مستوى الدخل بمقارنة مع غيره من الدول، نشأ إلى عديد من الأسباب ليست فقط الاقتصادية إنما النفسية السوسيولوجية الاجتماعية وغيرها الكثير. ولبنان ليس في حاجة إلى هذا العدد. ماكسيموم العدد الذي يحتاجه لبنان بحسب الدراسات هو 250,000 عامل أجنبي، في الوقت الذي يقال أنه يوجد فيه 1,000,000 عامل أجنبي، وبالتالي فإن خروج هذا القسم الكبير من لبنان قد يكون مفيد إلى حد ما إلى الاقتصاد اللبناني ويساعده أكثر على الصمود في المرحلة المقبلة. رقمٌ على أمل الوضع الآن أصبح يدفع إلى أجانب وبعض اللبنانيين أيضا إلى رقمٌ يؤكد هذا الحديث المهم جدا، لأن هناك طبعا يحول العمال الأجانب من لبنان إلى الخارج 6.6 مليار دولار سنويا تخرج من لبنان عبر بوابة العمال الأجانب في لبنان، في حين أن كل تحويلات المغتربين إلى لبنان لم تتجاوز في عام 2017 على سبيل المثال 7.8 مليار دولار. نعم. وعليه فأن هذه الأرقام تشكل خطر ومتناقضة طبعاً. طبعا على أمل أيضا أن نتمنى لهم الخير في حال أنه خارجوا إن شاء الله، أكيد نتمنى لهم المستقبل الأفضل. شكرا لك خالد أبو شقرة مرة أخرى، إن شاء الله المرة الجاية نتحدث عن الحلول للاقتصاد اللبناني في الفترة الصعبة.